بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق. معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض ان شاء الله هنعمل وصفات المقدارين والثلاث مقادير والاربع مقادير، يعني هنشوف اللي معانا بقى ان شاء الله. هنعمل وصفات حلوه جدا وسهله وخلاص، وده الاهم. اول وصفه هنعملها البراونيز. البراونيز دي معانا عباره عن الثلاث مقادير، لان احنا معانا فيها بس بيض دقيق وكريمه شوكولاته بالبندق. هقول لكم على المقادير. معانا فيها 300 جرام من الشوكولاتة اللي بالبندق الكريمة، و 70 جرام دقيق، يعملوا بالظبط يعني ازيد من نص كوباية شوية. ومعانا بيضتين. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخلطه مع بعض. كنت قدمت معاكم قبل كده حلقة برضو عبارة عن المقدارين او الثلاث مقادير او الاربع مقادير لخمس مقادير بكتير. وصفات سهلة وحلوة، وان شاء الله يا رب تكونوا جربتوها. كنا عملنا نوعين فدج كانوا حلوين قوي قوي قوي، واحد بالشوكولاتة البيضة وواحد بالشوكولاتة الغامقة. وكنا عملنا صنفين من واحد بالفراخ وواحد بالسالمون. وكنا عملنا صنف كوبايات حلو جدا بالكريمة اللبان. بس بنقلب كل الحاجات دي مع بعض وبنجهز قالب نحط فيه. بس انا بفضل دايما احط للبراونيز ورق الزبده علشان اضمن بس انها ايه ما تلزقش معايا. لا بنحط بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص، هما التلات مقادير دول بس. بس يا ريت نظبط المقادير. 300 جرام بالظبط، 70 جرام بالظبط من الدقيق وبيضتين عشان تطلع معاكم مظبوط. اهم حاجه في البراونيز بقى الفرن. بندخله الفرن على 200 ومش بنسيبه فتره طويله خالص. احنا يا دوبك بنجس كده، بنشوف حسب طبعا الرفع السمك بتاعها في الفرن القالب اللي احنا حاطين فيه. بس مهم جدا لما ندخل خله الاسنان ما نطلعوش لا سايل ولا ناشف قوي، علشان لو سايل يبقى لسه ما استواش، لو على خله الاسنان ناشف خالص طلع ناشفه نظيفه يبقى كده ما بقتش براونيز، بقت كيكه. فاحنا عايزين الوسط اللي هو يبقى لازق عليه حاجات بسيطه جدا على خله الاسنان. هتبقى وصفه هتطلع معاكم مظبوطه، وفدج من جوه وفيها الطريان الحلو اللي احنا عايزينه. نجيب القالب ممكن تاخد كمان قالب اصغر من ده، بس ده اللي معايا فهتطلع رفيعه. وابتدي بقى اظبط عليها ورقه الزبده. نجيب بس مقص علشان ايه ناخد الشكل بالظبط. بالشكل ده، وابتدي الطرف هنا اعمله كده والطرف ده بالطريقة دي. اجيب واحدة تانية علشان تطلع معايا بسهولة خالص وما يبقاش فيه اي حاجة لازقة خالص. لو حابين بشوف كده هحتاج قد ايه منها. هاجي لغاية هنا تقريبا اقص. كده انا بطنتها كويس بحيث ان ايه ان اعرف اطلعها بسهوله، وفي نفس الوقت ما احتاجش ان انا اقعد اغسل بقى كتير. مهمه قوي بقى هنا سباتولا، لازم يبقى معانا سباتولا احسن كتير من المعلقه عشان نعرف ننزل كل، لان انتوا شايفين الكميه مش كبيره، فاحنا عشان نعرف ننزل كل حاجه لازم يبقى بسباتولا، ما نسيبش اي بواقي في ايه في البوله.
بنزل بنظافه جدا اهو، ريحتها تجنن طبعا، قوامها حلو جدا. انا عملتها معاكم قبل كده الوصفه دي لمحبي طبعا الايه الشوكولاته اللي بالبندق اللي احنا بنشتريها جاهز. وعملنا برضو الوصفه البيتي، بس الوصفه دي ما تتعملش بالوصفه البيتي، لان الوصفه اللي هي الجاهزه فيها نسبه دسم اعلى. ابتدي افردها واحده واحده عشان هي قوامها سميك شويه، فمحتاجه ايه اساعد، مش هتفرش نفسها لوحدها. بس كده ندخلها الفرن. دي مش هتاخد وقت طويل خالص، يعني ممكن تاخد 10 دقايق ونشوف على 200. طيب نعمل مع بعض بقى دلوقتي الوصفة التانية اللي هي اسمها البالمير. البالمير ده بيتعمل من الباف بيستري، من عجينة الباف بيستري وسكر وزبدة، بس الثلاث مكونات دول. اول حاجة هعملها هبتدي ان انا افردها، افرد العجينة. بنحط دقيق كويس عشان ايه ما تمسكش معانا، ما تلزقش قصدي على الرخامة. ومهم ان احنا نكون يعني مخرجينها بقالها يعني مش فترة طويلة من الفريزر. هبتدي بس احط شويه دقيق برضو من على الوش، احط زياده برضو احتياطي، لان لو قعدت بره الفريزر كتير بتبتدي تبقى سايله جدا جدا وصعب الشغل بيها. ببتدي بقى ان انا افرد، هكمل انا فرد بقى كده واحده واحده، ونروح احنا الفاصل ونرجع تكون مفروده ان شاء الله، ونبتدي بقى نحشيها ونلفها علشان اوريكم بتتعمل ازاي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وخلاص كده هي تقريبا اتفردت. طبعا احنا بنفردها في اتجاه واحد، ما بنعجنش فيها خالص ولا بنغير فيها، لان هي بتبقى طبقاتها فيها في خلاص مرصوصة في اتجاه واحد فوق بعض. خلاص هنعمل ايه بقى؟ انا بس هشيل الزوايد اللي معايا علشان ايه تبقى كلها شكلها مظبوط وسليم معايا. اي حاجة زيادة كده هشيلها. دول يتلفوا عادي جدا على صوابع جبنة مثلا، حلوم، على اي حاجة ينفع، مفيش مشكلة، عشان ايه ما ترموهوش. مش لازم بالظبط قوي بصراحة، مش هيبان لما يجي يتلف. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ احنا معانا الزبدة، المفروض الزبدة دي سيحناها. ابتدي افرد على الوش بالشكل ده، وهرش عليها سكر واروح قلبها، عشان هي بتبقى كلها حوالين داير عليها زبدة وسكر. بأكد بس ان كله اخد معايا كفاية، وببتدي انزل بقى حبة سكر حلوين جدا. ده اسمه البالمير.
بيتباع بره غالي بصراحة. ليه اسم غريب جدا في الألماني بصراحة، غريب جدا، اسمه بالألماني شباين أوغن. مش مهم مش مهم. بس حتى تعجب هو ليه اسمه كده، هو ماشي اسم دي ترجمة معينة بس يعني. الألمان عندهم دايما دقة كده في الشرح بزيادة، بيحبوا يبقوا عندهم دقة زيادة. طبعا بنحاول نشيل بس الدقيق كويس زي ما انا مسحت، بس احسن يبقى اكتر يعني، نبقى مراعين بس ما يبقاش فيه دقيق كتير لازق على قد ما نقدر، عشان ايه حتى ممكن بفرشة لو حابين يتشال الاول. خلاص ببتدي برضو انزل عليه السكر. الزيادة هينزل، بس احنا هنحاول نعملها طبقة حلوة كده عشان هي لما تبرم هنبرمها هنلفها، مش عايزينها تلزق في بعضيها، احلى حاجة فيها طبقاتها انها تبان. خلاص تمام كده. هنبتدي بقى نعمل ايه، عندنا حلين، يا اما نلفها من هنا لهنا يعني من ناحيتين كده، او من الناحيتين كده على بعض. لو من الناحيتين دول على بعض هتبقى ايه البرمة بتاعتها، ممكن تبقى اصغر يعني، ممكن تبقى برمتها اصغر. لو من الناحية دي هتبقى اكبر، هتبقى كبيرة كده، فحسب ايه كل واحد حسب ما يحب. انا هعملها من الناحية دي تبقى البرمة اصغر معايا. بأكد بس تاني معاكو ان لازم الباف بيستري العجينة تكون ساقعة معاكو، لو دفيت هتبقى زي اللبانة وتقعد تلزق وتضايق جدا، مش هتعرفوا تشتغلوا بيها خالص. ببتدي كده اتجه لغاية النص تقريبا، ومن الناحية التانية نفس القصة، على قد ما نقدر تبقى البرمة ضيقة ما تبقاش واسعة عشان تدينا شكل حلو. والوصفة دي تعتبر برضو بثلاث مقادير فقط، هاف بيستري بنشتريه بيبقى عندنا في الفريزر، هو بس بنحط الزبدة والسكر. خلاص تبتدي تلفهم بقى نضمهم على بعض. تمام كده جدا. هنعمل ايه بقى؟ هروح شايله بس الايه الحته اللي هي الشكل ده زيادة، وابتدي بقى انا اقطع وهيديني الشكل. شايفين ده هنحطه بقى على ورقة الزبدة ويخش الفرن عشان ايه يبتدي يفتح ويدينا الشكل الحلو جدا. زي ما احنا شايفين وصفة بسيطة وسهلة قوي قوي قوي. ما ننساش بس اللي في الفرن بقى، دي كده خلاص لازم تطلع البراونيز. تمام كده خلاص. هنقطعها كمان شويه تهدى، بس هنقطعها زي ما قلت بنجرب، بس انا عشان عارفه بالاحساس كده بعرف برضو ايه اذا كانت مظبوطه ولا لا، مع التمرين هتعرفوا. بس انتوا جربوا بخلة اسنان زي ما اتفقنا، لا تطلع نظيفة قوي ولا سايلة قوي عليها.
بس كده. دول بقى هبتدي ان انا ارصهم على ورقة زبدة بالشكل ده. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ ببعدهم شوية عن بعض عشان دول لسه بيفرشوا. وندخله الفرن على 180. طبعا يكفوا معايا تقريبا اعتقد كمان نص صينية. بس كده تمام جدا جدا. هكمل لسه الباقي ده. شايفين شكلها جميل قوي ازاي؟ تحفه. تفرجوا عليها بقى وهي في الفرن، لازم تتفرجوا عليها وهي في الفرن، بتروح نافشه، بيبقى شكلها رهيب اثناء الايه الخبز، بتغير شكلها كده وبتبتدي تورق، فتفرجوا على شكلها دايما وهي في الفرن. هدخلها دلوقتي على 180 ونروح لفاصل ونرجع ان شاء الله نكمل الوصفات اللي بعدها. اشوفكوا ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وهنشوف مع بعض البالمير بقى شكله عامل ازاي. شوفوا ده اللي هو لسه ما دخلش الفرن، ونشوف بصوا ابتدى اهو، لسه هو لسه في مرحله انه ينفخ. فشايفين عامل ازاي؟ بيبتدي الزبده تسيح من جوه وتبتدي تحرك الطبقات بقى عشان ينفش. خلاص شايفين في فرق اهو ما بين ده وده. شويه كده وهنشوف ايه الفرق اكتر. هدخل لتحت بقى. ونعمل مع بعض الوصفه اللي بعدها. الوصفه اللي بعدها معايا برضو باف بيستري، في منه بيبقى دي اسمر وفي منه دي الابيض. طبعا دايما لما نجيب دي اسمر اكيد احسن عن الابيض. معانا جبنه حلوم ومعانا فلفل الوان. خلاص اللي انا هعمله دلوقتي ان هاخد جبنه الحلوم دي وعايزه اعملها تقطيعه صوابع كده. ده طريقه سهله جدا. هما برضو 3 مقادير معانا. هعمل يدوبك شكل عامل زي السوشي، بقطعه بالطريقة دي. خلاص. والفلفل متقطع كده كده جوليان معايا، جوليان يعني بالطول، واخد شكل متول. طيب هنعمل ايه؟ هاخد الباف بيستري. خلاص شويه من الدقيق من تحت، بس شويه صغيرين قوي عشان ما تلزقش مني. وهبتدي ان انا افردها فرده بسيطه. شوفوا لازم نخلي بالنا برده، لازم تبقى دايما ايه في الفريزر ونطلعها قبل الشغل بما فيش مش كتير. خلاص دقيق. وابتدي بقى هعمل ايه؟ هحط واحده من الجبنه وشرايح من الفلفل بالشكل ده. خلاص ممكن نزود شوية. حط الحتة اللي هي فكت مني ديت على جوه عشان ما تبانش، و بقفلها بس على بعض بالشكل ده. هبتدي بس احط برضو شوية دقيق، لازم يبقى معايا دقيق على طول عشان ما تلزقش مني. وهروح قطعها زي السوشي بالشكل ده. هتروح مديانا شكل عامل ازاي كده. شايفين شكلها لذيذ جدا. هحطها بقى على الصينية. فهي فكرتها بسيطة قوي. فكرة الجبنة الحلوم انها برضو مش بتسيح معانا قوي،
مش محتاجة افردها، هي كويسة كده. نحط الجبنة، كل ما حطينا الالوانات بتدي شكل احلى كتير في التقطيع، لو في برتقاني كمان يبقى تحفة. واروح لفاها كده، دي احسن معايا عن اللي هي اللي كانت قبلها. اللي قبلها كانت قمح كامل، كانت فكه، فايه الشغل اللي هي ساقعه كده حلوه جدا. اول ما تدوب خلاص بتغلب، زي اول واحده غلبتني دلوقتي. شوفوا دي على طول ايه، بنظافه جدا نعرف نشتغل. فاهم سر في الباف بيستري ان احنا نشتغل بيه وهو مازال ساقع. طبعا واحد ممكن يعمل اشكال، ممكن اقطعه بقى بشكل مختلف، بس انا عشان مغيرش بقى من الشكل اللي انا عملته دلوقتي، لكن ممكن جدا تبتدوا تقطعوه بشكل ما يبقاش مستقيم كده، بيدي شكل برضو حلو قوي. خلاص نعمل كمان اتنين وندخلها الفرن. تقطيعة الجبنة تبقى بالرفع ده عشان اعرف المها على بعض، ما تبقاش اكبر. الحاجات دي بعملوها مع ولادكم في المناسبات، اعياد ميلاد، يحبوا قوي يشتغلوا معاكم الشغل ده، وهيوفر عليكم قد كده شراء، لان الحاجات اللي بتاعت الاعياد الميلاد والمناسبات بتبقى غالية جدا. بسهولة الحاجات دي تملى ترابيزة. ده طبعا ممكن برضو يتعمل لو عايزين بالسجق مثلا، بس بلاش هوت دوج عشان انا الهوت دوج ده ما بحبوش اللي من بره خالص. بصوا شكله تحفه ازاي، خصوصا طبعا اللي هم دول عن اللي هي اول واحده اللي كانت ساحت شويه، جمال جدا صح. هبتدي بقى هدخلهم، اول ما يفضى معايا فرن هروح مدخلاهم. نقطع بقى مع بعض البراونيز، بس لازم اغسل ايدي قبلها. ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. البراونز المفروض اهو اعرف اشيلها بسهوله جدا زي ما احنا شايفين من القالب على طول، مفيش اي صعوبه خالص. نجيب سكينه كبيره ونروح اسمنها التقسيمه اللي احنا بقى عايزين. انا بحب دايما اشيل في الاول من الطرف في الاطراف دي علشان بتديني شكل مش حلو في التصوير وفي التقديم الاثنين. والاطراف دي ايه ممكن الواحد يتسلى فيها للناس مش عامله دايت طبعا ولا 10 نصايح. خلاص ببتدي بقى اقطع بالشكل المناسب، انا هعملها على 3 احسن عشان ياخد المقاس الايه، لا كبير قوي ولا صغير قوي. انا ليه عماله افكر، انا عماله افكر لو عملت كام واحده صغيرين ممكن اعمل عليهم من فوق برضو كريمه بندق، يبقى شكلهم حلو قوي للتقديم. فاحنا ممكن نعمل الحركة دي في صف
اعملها في صف بالشكل ده واقطعه ونعمل فيه الحركة دي، والصف التاني ده هخليه كبير نعمله على تلاتة برضو. نجيب بقى طبق التقديم، مش عايزة اقول على الريحة طبعا فظيعة. ده اللي هو اللي بتلات مقادير، رهيب جدا زي ما احنا شايفين، وطري من جوه خالص ما بتحولش معايا الكيكة. خلاص، والصغيرين دول بقى انا هبتدي ازينهم، باخدهم كده واجيب بقى معايا البندق وكريمة الشوكولاتة برضو اللي بالبندق، بس معلقة صغيرة. وابتدي بقى ان انا اعمل بالطريقة دي، انزل كده من فوق عليها واحط مثلا على واحدة بندقتين، واحدة مفتوحة مثلا كده، خلاص شكلها كده. واحدة تانية احط عليها، عايزين عين جمال حطوا، انا احط على على التانية دي مثلا كور شوكولاتة. مش لازم تعملوا ده خالص اصلا، يعني ممكن تستغنوا عنها، بس انا بحس الحاجات دي بتدي فخامه وشياكه زياده. احطهم بس على الطبق قدامي عشان ايه، يبقى شكله احلى كتير اهو. فتخيلوا عايزين تقدموها كده او كده، دي حسب ايه الرغبه. انا بقى هكمل كده تزيين الباقي وهرصهم على الطبق لغايه ما نروح فاصل، وترجعوا لي ان شاء الله ونكمل مع بعض بقية الوصفات. أشوفكم بعد الفاصل. أهلا بكم معايا من الفاصل. نطلع بقى البالمير عشان ده خلاص كده أخد لون لون ذهبي جميل. شايفين مقاسه بقى عامل ازاي؟ تحفة، وريحته تهبل طبعا، حلو قوي، ريحته فظيعة. هحطه بقى عشان يسقع، وشايفين نغش ازاي، وده اللي انا عايزة اقوله. هحط بس مكانه هنا دلوقتي اللي هو اللي احنا عاملينه ده اللي شبه السوشي. طلع برضو اللي هم اللي تحت دول، هي عملت معانا كمية حلوة جدا. ريحته ما تتوصفش فظيعة، متقالش غير فظيعة كده بالظبط. طيب نعمل بقى دلوقتي طبعا لازم اوريكم البراونيز بقى بعد ما زينتها، طبعا طعمها يعني برضو ايه فظيع، فنخلي بالنا قوي واحنا بنعملها، ومقررين كده قبلها ان احنا ايه مش هنعرف نوقف اكل منها لانها فعلا طعمها حلو قوي. نعمل بقى دلوقتي الوصفه اللي بعدها. انا معايا لبنه، اللبنه اللي هي اللي مش حمضيه، اللي هي زي الكريم تشيز، اللي هي لبنه الجبنه المربعات، ومعايا الرومي المدخن متقطع بالشكل ده قطع. خلاص نجيب بوله بس اكبر عشان نعرف نخلط، ومعانا خيار متقور، ومعانا الفلفل الالوان برضو مفتوح بالشكل ده. هنعمل ايه؟ يا دوبك هخلط الاتنين على بعض، ودي تعتبر برضو وصفة التلات مقادير. فاحنا الحلقة دي كلها كانت تلات مقادير، عملنا قبل كده حلقة كان فيها المقدارين والاربع مقادير والخمس مقادير، ودي فيها كله ثلاث مقادير.
ما عدا الوصفة الأخيرة اللي هنعملها لسه فيها احتمالية الواحد يزود عن 3 مقادير بمقدار أو 2، دي حسب الرغبة. هبتدي بس ان انا احشي بقى، يعني انا معايا كده الخيار، نبتدي بس ان احنا نحشي كل واحدة بشكل طولي، يعني ابتدي بس ان انا امشي بالشكل ده واحشيها. ودي تتقدم برضو، ده يتقدم على فطار، يتقدم في مناسبة، يعني حسب ايه اللي انتوا حابينه، لان الوانه حلوة جدا وسهل برضو جدا في عمايله. هجيب بس طبق عشان اعرف اقدم على طول، نقدمه على ده مثلا. عايزين طبعا تحطوا شوية ملح وفلفل في اللبنة، هي الرومي المدخن كده كده ليه نكهة طاغية، لكن عايزين تزودوا اي حاجة، بودرة ثوم، بودرة بصل، دي حسب ايه ما تحبوا طبعا، مفتوح، لكن ده الاساس. وانتوا ايه كفكرة واعملوا اللي انتوا حابينه. طبعا الوصفات دي برضو وصفات عالمية مش اختراعي خالص، بعض الوصفات انا مغيرة فيها شوية، لكن هي وصفات عالمية معروفة، بس انا حابة ان انا اقدمها معاكم هنا للناس اللي ايه مستعجلة عايزة تعمل وصفات سريعة وفيها مكونات قليلة، وكلها تنفع في مناسبات بصراحة، اعياد ميلاد تتقدم فعلا تبقى حلوة جدا. وبرضو كلها ينفع الاطفال تعملها معاكم. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ نعمل بقى كمان الفلفل ونخش في اخر وصفة. هعمل من ده بس يدوبك 4 واحطهم او 3، هحط 3 احلى، شكلهم هيبقى اشيك. بس انتوا بقى بحطهم على طبق تاني وزعوهم، يبقى شكل لوحده وشكل لوحده، خيار لوحده والفلفل لوحده. نعمل واحدة صفر. بس كده خلاص. طيب نعمل مع بعض بقى اخر وصفة، وهي وصفة صحية اكتر،
هي عبارة عن زبادي وفواكه اللي هي المجففة، ومعانا كمان القرفة للي حابب، زبيب. هي فواكه مع بعض اللي هي المجففة، اللي هي عبارة عن زبيب وقراصية ومشمشية. معانا مكسرات مشكلة، للي حابب بقى يزود قرفة هيزود، ومعانا الزبادي. وصفة صحية جدا، ما فيهاش اي سكريات خارجية، ما فيهاش سكريات غير طبيعية، لانها كلها زي ما احنا شايفين سكريات طبيعية جدا اللي هي في الفاكهة، فهي ما تعتبرش تحلية قوي على قد ما هي سناك. بحط الزبادي كده او حسب، انا ممكن اعمل كوبايات اكتر، واحط عليها الزبيب. والزبيب بيدي تذكرة حلوة قوي، ومليان كروميوم اللي بيظبط حرق السكر، مهم قوي. وده بقى بيدينا الياف كتيرة قوي القراصية، هو والمشمشية. هو بينزل تذكرته، كل واحد هياخد معلقه هيحس خلاص بسكر كفايه، مش محتاجين نحط اي سكر زياده. للي عايز يزود بقى شويه قرفه بيدي بقى طعم احلى واحلى. اللي عايز يحط معلقتين شوفان كده كبار يحط. فدي الوصفه دي ممكن نزود فيها في المقادير براحتنا. احط بقى كده بالشكل ده، واروح بقى حط المكسرات من فوق. خلاص نحط بعد كده المكسرات برضو اللي هي صحية جدا من فوق. بالطريقة دي تحفة الطبق ده. مش عايزة اقول يعني الكوباية دي قد ايه صحية، قد ايه حلوة جدا للجسم. فيها عناصر مهمة كتيرة قوي قوي قوي. لا خلاص، هي اللي هي مقفلة معايا بالظبط كوبايتين ونص، فانا عاملهم اقدم كوبايتين بس. بس كده عشان يبقى في كل حاجة محطوطة، حتى لو فول سوداني شايفين اهو. بس كده دي خلصانه معانا. ونشوف بقى اللي في الفرن اخباره ايه. خلاص اللي في الفرن قرب يخلص، انا على ما ايه ما اقدم بس الحاجات الباقيه نحطها هناك. وافكركم عملنا ايه، نجيب بس طبق للبالمير عشان ايه يبقى شكله حلو للتقديم. تحفه زي الجاهز بالظبط. تدي كده احسن بالظبط زي الجاهز، والمقاس كمان. مش قادرة انسى التسمية الالماني، زي بالظبط ال عارفين الكيكة اللي هي اللي بنعملها السريعة قوي دي، اللي بتبقى من بسكوت، برضو ليها اسم غريب قوي بالالماني، كنت قلته لكم قبل كده. تشيل بس السكر الزيادة اللي من الجنب ده.
فزي ما بقول بقى اللي هو الكيكة اللي قلت عليها قبل كده اسمها الليزي كيك. الليزي كيك الألماني بتاعها كالتا هوند، فاكرين لما حكيت لكم كتير قوي بعد كده كلموني في النقطة دي وقالوا لي فاكرين الحلقة دي ومش عارفة ايه. فبالعكس الأسامي دي بتفكر الواحد يعني بالحلقة. فالكالتا هوند كنت بقول لكم الليزي كيك، كالتا هوند يعني الكلب البردان. ما تسألونيش ليه مسميينها كده أنا مش عارف. ودي بالألماني اسمها شفاين أوغن، شفاين أوغن يعني ويدين الخنزير. يعني هو التسمية كده بقى وخلاص، افتكروا بس اللي أنا قلته واضحكوا خلاص بقى، موقف لذيذ وخلاص. بس كده احنا ده خلصناه، شكله جميل قوي قوي قوي. هنطلع بقى اللي في الفرن. وكده نبقى خلصنا. في شويه فتحوا منهم، فبعد كده ممكن نعمل ايه حركه ظريفه قوي عشان ما يفتحش معانا خالص. ممكن نبقى الطرف لو حاسين انه مش ماسك كويس معانا نعمل لها زي بشويه دقيق وميه عجينه كده نروح قافلين بيها زي ما بنعمل بالظبط السمبوسك. مش شايفين بقى اللي قافلين لسه شكلهم حلو ازاي، تحفه ومورقين. حتى اللي فاتحين شكلهم مش وحش قوي بس هي مولعه بصراحه. بس كده نروح نقدم بقى. هفكركم بسرعه جدا عملنا ايه مع بعض. عملنا مع بعض اول حاجه البراونيز اللي عبارة عن ثلاث مكونات، قدمتها بشكلين حسب اللي انتوا حابينه. عملنا بعد كده البالمير اللي هو من الباف بيستري وبرده من بثلاث مقادير، باف بيستري زبدة وسكر. عملنا بعدها اللي هو على شكل السوشي شوية اللي هو برده من الباف بيستري والجبنة الحلوم والفلفل الألوان. عملنا بعد كده طريقة التقديم الصحية جدا وسريعة برضو اللي هي عبارة عن الخيار والفلفل المحشي برضو ثلاث مقادير لبنة ورومي مدخن والخيار أو الفلفل. وآخر حاجة عملناها هما كوبايتين دول اللي هم عبارة عن زبادي وفواكه مجففة ومكسرات، وللي حابب يحط قرفة. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم وتطبقوها لأنها سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش حاجة خالص، بس للمناسبات مش العشر نصايح، لكن دي تنفع كسناك بالنهار كسناك خلاص أو كفطار لو عايزين، بس ما تكتروش يعني قد كده كفاية جدا. بس كده اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جديدة وافكار جديدة. باي باي.